نحن نازحين ريف حماه الشرقي، عندنا بالمخيم الطرق يعني سيئة جدا للغاية. طلبنا كل المنظمات بتبحيصها، للآن ما حد رد علينا. الوضع مزري جدا، يعني الأطفال أكثر من شهر 25 يوم شهر ما حدا منهم وصل المدرسة، بده يطلع متر ما في، بده يغرز، اللي بده يروح على السوق يجيب أغراض بيته يعني ما في. المرأة اللي بدها توضع بدها علاج بدها شيء، يعني صارت عندنا أكثر من حالة يعني أدت للوفاة. رجل توفى ظل نهارين حتى احسن ندفنه. صحيح عندنا بالمخيم من الأطفال يعني من الدخان البلاستيك، يعني وضع مأساوي جدا، يعني ما في بيت الا في طفل وطفلين مرضانين وعايشين على المشاريب وعلى الأدوية. والطفل مجرد ما يطلع برا بيته متر يعني صار وضعه العادي اللباس ووضعه الصحي، الصحي من الدخان اللي برا اللي متلوث، والميداني من الارض والوحل والطين اللي عايشينها. الخيام طافت، وهذا نموذج يعني بسيط عن عن الوضع اللي عندنا. ناشد المنظمات انه بس يا اخي بحصون الطريق، يعني الطريق يحل لنا 70-80% من مأساتنا اللي نحن عايشينها. الطريق يعني قاطعنا بالعالم الثاني خالص، فعسى ولعل انه اصحاب الضمائر انه يسمعونا يلبونا بهالطريق.